السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طلب ديال اس ام بي ساك. السلام عليكم. دونك جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عواشركم. نتسنى ما دخل صحابكم ونبدا معاكم. دونك الكاليتي ديال ليماج واضحه ياك؟ سي ايوب السلام عليكم. يوسف هذه الدنيا اس ام بي 4 اس ام بي 5 ان شاء الله اس ام بي 6 وماستر ودكتوراه بوكو با ان شاء الله باذن الله. دونك نتسنى شويه ما دخلوا صحابكم ونبداو ان شاء الله. دونك السلام عليكم اون اوتر فوا. دونك اول معلومه غادي نقولها لكم هو بالنسبه للناس اللي غادي يحضروا اون بريزونسييل وخاصه الناس ديال بمسيك، دونك خاصهم يدويو مع استاذ الحمام يقولوا ليه رحنا بغينا نجيو للكلاس باش دار واحد لا ليست ونقادو فيها الجروب 1 جروب 2 اكسيتيرا، باسكو الجروب ما خصوش يديباسي 20 بيرسون. يعني اي واحد انتريسي انه غيجي نهار اثنين ان شاء الله غادي تكون اول حصه في البريزونسيال يدوي مع استاذ الحمام وصيفط لي ميساج في النيميرو ديالو او في الفيسبوك باش يقدروا في لا ليست ديال الناس اللي غيحضروا ويقسم لي جروب باش ما يوقعش مشكل تجيو في دقه واحده والناس اللي غادي يكونوا في ديك لا ليست هما اللي غادي يجيو. دونك اي واحد انتريسي انه خاصو يجي يدوي معاه باش يديروا في لا ليست. هذه اول معلومه. ثاني معلومه، الناس اللي غادي يحضروا معنا اونلاين يدويو معايا انا باش نوريهم شنو هي طريقه الخدمه اللي غنخدموا عليها اونلاين. دونك اي واحد غادي يقرا اونلاين من غير بنمسيك بيان سور، حتى بنمسيك ما عندهمش اونلاين، ديال الناس يعني ديال الرباط ديال طرق جديده، الناس ديال بنوطوفيل قنيطره، الناس ديال ورزازات، الناس ديال السمناليه مراكش،
هادو كاملين يعني اي واحد انتريسي يدوي معايا انا اونلاين في النمره ديالي، باش نوريه كيفاش طريقه الخدمه اللي غنخدمو عليها ان شاء الله في هاد السيمستر. دونك اي واحد بغى يحضر اون بريزونسيال يدوي مع استاذ الحمام، واي واحد بغى يحضر اونلاين يدوي معايا انا في لو بلي فيت بوسيبل، باش نقادو بروغرام باش ان شاء الله لاندي نبداو اون بريزونسيال اون ميم طون نبداو اونلاين اوفيسيالمون. دونك تاني معلومه غادي نقولها لكم هي الاس ام بي اس 5. الاس ام بي اس 5 ما خصكش حقره، خاصك تبدا من الاول، وراه طويله، راه كثر الضغط كثيره كثار من الاس 4 تريبل بزاف كاع، يعني خصك تمشي دقه 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 او ميم طون ما تفلت حتى شي حصه، وتحاول ان لي لايف تكون فيهم اونلاين او الكلاس تكون فيه يعني اجور. دونك هادوك معلومات خاصه عطيتهم لكم اونتر بارونتيز بالنسبه للاس 5. بالنسبة للبروغرام ديال اس ام بي 5، هاك كيف قال لكم محسن، استاذ محسن، على اساس ان راه غادي يكون اللي كاع لي فاكولتي ديال المغرب، يعني لا بيبار ديال الناس اللي غادي يتبعوا معنا اونلاين غيكونوا في زوطخ فاكولتي من غير لي فاكولتي ديال بنمسيك، غيكونوا اون بريزونسيال. دونك بالنسبة للناس ديال اونلاين راه غنديروا معاهم بروغرام ديالهم. دابا سيغتو ان اس ام بي 5 ما فيهاش مشكل بحال اس ام بي 4، يعني لا بليبار ديال لي موديل قراب لبعضياتهم، غتكون زيدة واحد الحاجة ولا ناقصة شي حاجة. دونك حنا غنبداو مع الناس اللي عندهم نفس البروغرام هما الاولين، و بوي لا كانت شي حاجة ولا ناقصة شي حاجة راه غنزيدوها ولا نقصوها. دونك اي فاكولتي غنخدمو معاها غنقولو ليها فوالا ها البروغرام ديالك، هاد لابارتي راه ما عندكش بلا ما تفرج فيها، او مثلا اي فاكولتي خدمنا معاها نقول لها فوالا هاد البروغرام راه عندك وما عندكش اخرين تفرج فيها. يعني غنحاول نقعد واحد لومبلوا دي طون اللي تكون خاصة بكاع تو الموند، ويكون هداك الشي كوما بيناتهم، ياك بعدا فهمتوني اش كنقول، تو الموند هاد الناس اللي تفرجوا فيا لا فهمتوني خليو لي اب باش ندوز لحاجة اخرى، وباش ندوي على حاجة اخرى. دونك موضوع ديال الاونلاين حلينا ليه المشكل ديالو، والموضوع ديال البريزونسيال حلينا ليه المشكل ديالو. سهام، واش الخدمة ا ديستونس ما كتقصدوش بها لي لايف في الفيسبوك؟ الخدمه ا ديستونس كنقصدو بها لي لايف في الفيسبوك، دونك خدمه ا ديستونس نخدمو معاكم في اللايف في الفيسبوك ان شاء الله. كل فاكولتي نحاولو نديرو لها جروب ديالها باش اننا ندويو نخدمو كل حاجه بروغرام ديالها، سينو غنديرو جروب واحد ونشوفو اللي عنده شي بارتي ناقصه راه غنقصوها ليه، واللي عنده زياده راه غنخدمو معاه. تري بيان. ابن زور حتى هي كاينه، دونك تقريبا كاع لي فاكولتي ديال المغرب غيكونوا باذن الله. مزيان. واحد المعلومه اخرى بغيت نعاود نقولها لكم، قلتها ونعاود ناكد عليها، هو من ناحيه ان البروغرام راه حنا كاساسيده وعينا، يعني كلنا عينا، يعني بالعكس حنا بغينا نرتاحوا شويه، ولكن راه ما كاينش بديل، حتى لما بديناش من دابا وافونسينا من دابا واحد اللحظه غيكثر عليكم الضغط نتوما، يعني كنحاولوا اننا نخدموا معاكم من دابا باش نكملوا البروغرام في اقرب وقت، حيتاش الاس 5 طويله بزاف، يعني فيها بزاف ديال لي تروك. اسيون سي طريق جديده غتكون، وغتكون اونلاين سي بون، حتى الرباط غادي يكونوا، وي حتى الرباط، الرباط قنيطره طريق جديده ورزازات ان شاء الله كاع لي فاكولتي. وقلت لكم على البروغرام كاينين شي وحدين غنخدموا معاهم داكشي ديالهم، واللي عنده شي حاجه ناقصه راه غنحيدوا عليهم البروغرام ديالهم. دونك بالنسبه ديال الاس 5 يعني من الاحسن نبداو من دابا باش تحيدوا عليكم بروغرام، حتى الا خليتو داكشي كثير عليكم مشكله، غتولي تشوف بزاف ديال لي لايف. ماما الهواري، الالكترونيك عند استاذ الحمام، كيقرا استاذ الحمام، انا غنعطيكم لو بروغرام ديالكم شنو غادي يكون. دونك جيسبر ان هاد المعلومات يكونوا واضحين. دونك بالنسبه لي موديول كاينين ثلاثه ديال لي موديول، دونك بالنسبه لي انا غنقريكم ان شاء الله لا فيزيك نيكليير، لا فيزيك نيكليير هاد الماده راه تقريبا كوما باغ عن تو الموند، وغنقريكم لا فيزيك كوانتيك ماشي الميكانيك كوانتيك، لا فيزيك كوانتيك حيت كاين فرق ما بيناتهم، وغنقريكم لا فيزيك ستاتيستيك. لا فيزيك ستاتيستيك عنده سميه اخرى كنقدروا نقولوا ليه لا تيرموديناميك 3، لا ثيرموديناميك 3 او لا ثيرموديناميك ميكروسكوبيك.
يعني بحال كنديرو لا ثيرموديناميك على ليشيل ميكروسكوبيك، هذه هي ستاتيستيك 3. وبالنسبة أستاذ حمام غادي يشد معانا إن شاء الله أنسومبل لا فيزيك دي ماتيريو. دونك ديجا هو شرح لكم بروغرام في اللايف الأول فيزيك دي ماتيريو. دونك فيزيك أناليتيك اي فيبراسيون. Le dernier module électronique analogique. Analogique. Donc, Ado Hassine, Sad Mouassi. C'est bon. On a déroulé. On a un carré comme ça. Donc, Ado, les modules les kini. Donc, le programme, il y a le module HNO qui est très rafi. Donc, Ado, je vais vous donner sur la physique nucléaire. غنشرح لكم لو بلون ديال لو كور اللي عندنا. هاد لو بلون راه خاص بتا كاع تو الموند، الناس ديال المغرب كاملين ديال اس ام بي 5 كيقراو لا فيزيك نوكليير تقريبا نفس بروغرام، كتكون واحد لا بارتي زايده ناقصه. المهم هاد لو بلون غتبازيو عليه كاملين. سي بون، هو اللي غنبدا بيه اليوم. والحصه ديال الكوانتيك ولا ستاتيستيك حتى هي غادي ندوي فيها على البروغرام ديالنا. كل بارتي غادي ندوي لها على البروغرام ديالنا، ou bien que la module va traiter les plans ou bien le plan de cours les réconfis. Ah, bien sûr, hein, bien sûr. Donc, venez sur la physique nucléaire. La physique nucléaire. Je n'aurai encore au fil de l'air. Je n'aurai le plan les 9 la physique nucléaire. Donc, la physique nucléaire qui est à trois parties. Donc, trois parties. واحد المعلومة نعاود نقولها اللي ما سمعونيش في الاول، بالنسبه للناس اللي غيحضروا اون بريزونسيال يدويو مع استاذ محسن، يقولوا لي راه حنا غنجيو اون بريزونسيال باش يقيدكم في لا ليست ديالو، لا ليست باش انكم نقسموا لي جروب باش ما تجيوش كاملين في دقه واحده. يعني من الاحسن دويو مع استاذ محسن باش هو يقيدكم في لا ليست بالنسبه للناس اون بريزونسيال. وبالنسبه للناس اللي بغاو يتبعوا معنا اونلاين يدويو معايا انا في الخاص، انا غنقول لهم على طريقه الخدمه كيفاش غادا تكون في الاونلاين. يعني انا متكلف بالاونلاين واستاذ محسن متكلف اون بريزونسي. نعاود ناكد على هذه المعلومه باش ما يوقعش اكتداد، باش نقعدوكم دي جروب وكل جروب اي 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 يجي في الحصه ديالو. دونك عندنا في لا فيزيك نيكليير 3 بارتي. عندنا لا بارتي 1، دونك لا بروميير بارتي. دونك غادي نشوفو فيها لي غون تيتر شنو هما. غندويو على لي كاركتيريستيك ديال النويو، les caractéristiques d'un noyau. Donc, كيف كتعرفوا قبل ما نكمل ان لا فيزيك نوكليير هي واحد الماده اللي كدير ليا الدراسه ديال كل ما هو وسط النويو، كل ما يوجد يعني tout ce qui est à l'intérieur ديال ان نويو. دونك لا جو بونس كاليتي كتمشي وتجي. دونك النويو راكم عارفين شنو هو النويو، الا خدينا لاطوم، لاطوم وسط النويو فيه دي شارج بوزيتيف اي دي شارج نوتر. هادو كيتسموا لي بروتون، و لي شارج نوتر كيتسموا لي بروتون لي نوترون. دونك لي بروتون هما لي شارج بوزيتيف، لي نوترون سون دي شارج نوتر سون شارج. هادو كنقدروا نقولوا لهم لي نيكليون، يعني عندهم يا اما كنقول بروتون او نيكليون. هذا كذلك يا اما كيتسمى نوترون او نيكليون. يعني فاش كتسمع انت نيكليون يا اما بروتون او نوترون، هذا هو النيكليون اون جينيرال. ما علينا، حنا في لا فيزيك نوكليير هادشي غنديتايو من بعد. في لا فيزيك نوكليير هو الدراسه ديال كل ما يتعلق بهاد لي نيكليون هادو، يعني ما بين لي بروتون لي نوترون. اي حاجه عندها علاقه بهاد لي نوترون لي بروتون كندرسوها. مثلا نعطيكم مثال، بروتون مع بروتون، هذا شارجي بوزيتيفمون وهذا شارجي بوزيتيفمون. يعني في الحقيقه شارج بوزيتيف مع شارج بوزيتيف كتبعد ولا كتقارب؟ وهي كتبعد، ولكن وسط نويو كنشوفهم ملاصقين مع بعضياتهم. هنا كدير لي علامه استفهام، علاش لي شارج بوزيتيف وسط نويو كيكونوا مجموعين مع بعضياتهم؟ هذا هو الهدف ديالنا من لا فيزيك نوكليير، هو نفهموا ديك لينيرجي دو ليزون. يعني مشدودين بواحد لينيرجي دو ليزون، خاصنا نعرفوا كيفاش ديك لينيرجي دو ليزون شحال كيفاش نحسبوها وكيفاش نخدمو بها. هذا هو بارمي لي شوز اللي غنشوفو في لا فيزيك نوكليير. دونك
Donc la première partie, on se fait les caractéristiques d'un noyau. Donc même elle a les caractéristiques. Sinon, la taille d'elle là. On se la taille d'elle là. On se la masse. Il y a la masse d'un noyau qui fait n'hesbouha, la taille qui fait n'hesbouha. Pour un chevaux, l'énergie de liaison. L'énergie de liaison. Je n'ai l'énergie de liaison, la gueule tiali comme d'avant. Là, il y a l'énergie, parce que nous, je dois dire, les protons, ma badiesou. Quand je proton, ma proton, la charge positive, ma charge positive. Rassumé au calium tchabé, donc ma qui au calium tchakarb. Normalement, c'est pas logique. Maintenant, quand on travaille à la mètre sifem, elle est, elle est, elle est, elle est, l'énergie de liaison, parce que je dois dire, elle dit, grand bio, elle est, elle est. Donc c'est bon. On a cliqué sur le plan. Le chasse tout le monde. Il y a le Maghreb qui a le plan. Qui connaît des facultés. Il y a une partie zéro, la partie narsa. Mais il y a un deux éléments. Mais il y a le plan là. Comme il y a la valeur moyenne. Le chasse tout le monde. Mais il y a un chauffeau. Le défaut de masse. Le défaut de masse. Il y a deux défauts de masse. Qui goulent qu'il est ici. Les nucléons. Les protons, les neutrons. ودرتيهم هما مجموعين ماشي بحال اللي حسبتيهم هما مفرقين يعني لا ماس ديالهم هما مجموعين ماشي هي لا ماس ديالهم هما مفرقين دونك لا ماس ديالهم هما مجموعين كتكون قل من لا ماس ديالهم هما مفرقين صغر من لا ماس ديالهم هما مفرقين دونك مثلا غندير واحد الميزان باش تفهموني اكثر هذا الميزان غنديرو فيه هنا ناخذ مثلا الهيليوم كتعرفوا النويو ديال الهيليوم Donc, noyau de l'hélium fait deux charges positives et deux charges neutres. Et là, je dis que je suis La masse de l'hélium, je suis qui est moins. Donc, c'est ce qui est contradiction. كيكونوا خفاف ما انك الا شديتي دوك سبعه التفاحات وفرقتيهم كل وحده حطيتيها بوحدها دونك هادي نورمالمون في التفاحات راه غنلقاو نفس الكيلوات غنلقاو بحال بحال سو مجموعه صفر ولكن النويو لا النويو لا كاين كاين هذا كيتسمى لو ديفو دو ماس يعني لا ماس ديال لي كونستيتيون اي سوبيريور على لا ماس ديالهم هما مجموعين هذا لو ديفو دو ماس ياك متبعين معايا من بعد غنشوفو سكون ابيل لو موديل سومي امبيريك لو موديل سومي امبيريك هاد لو موديل سومي امبيريك لي فاكولتي كاملين ديال المغرب كيقراو هاد لو موديل سومي امبيريك كيتسمى عاوتاني لو موديل دو لا غوت ليكيد هذا جديد عندكم ما عمركم شفتوه مازال نقولوا ان هادشي اللي دويت عليه في الاول لقيتوه في الباك ولكن هاد الموديل دو لا غوت ليكيد يعني شي حاجه اللي كي نوفيل الا كنتو كتفهموني خليو لي اب باش ندوز باش نتم او ميم طون كنقرا لي كومونتير ديالكم غير سيرو خليو اب باش نعرفكم راكم متبعين معايا دونك قلنا هاد الموديل دو لاغوت ليكيد هو واحد لو موديل يعني اللي جديد وبالنسبه للناس ديال الرباط يقراو في الاس 6 ديالهم الموديل اون كوش اس ام بي 5 غتقراو لو موديل دو لاغوت ليكيد وهذا لو موديل اون كوش يعني هاد الموديل دو لاغوت ليكيد كيحاول يفسر ليا هاد الكونتراديكسيون علاش دونك الناس داروا واحد لو موديل سموه لو موديل سومي امبيريك شنو هي سومي امبيريك سومي امبيريك يعني 50% درناه من ليكسبيريونس و 50% درناه من التجربه باش الناس قدروا يفسروا علاش كاين هاد الاختلاف هذا فوالا سي بون دونك هاد لا فيزيك نوكليير دابور راك عارفين خلو خصكم تبازيو بعدا على لو بلون ديالكم شنو كاين اشنو غنقراو اكسيتيرا وتفهموا الكور مزيان باش تقدروا ديروا لي زابليكاسيون فاسيل اما الا اما الا درتو نيشان لي زابليكاسيون غتلقاو بروبليم في تبدل لكم غير حاجه غدخوليه دونك داكشي علاش كنعاود ناكد عليه باغ كونتخ كاينين دي موديل اخرين اللي ما كيبازيوش بزاف على الكور يعني غير شويه وكدوز لي زابليكاسيون سي اما بحال بحال الشكل ديال التيرموديناميك يعني تفهم الكور مزيان عاد دوز لي زابليكاسيون دونك هذه بروميير بارتي دوزيام بارتي غنشوفوها دونك دوزيام بارتي فيها لا راديو اكتيفيتي الناس ديال الرباط بزاف عندهم هاد نورمالمون كيف قلت لكم هادشي راه كومون تو الموند يعني المغرب كامل كيقرا هاد البارتي كاينه شي حاجه ناقصه شي حاجه زايده ولكن هاد دوزيام بارتي غادي نطلع على دوغري بزاف على الناس ديال الرباط
هي اللي كتحط لهم بزاف في الامتحانات. دونك كاينه لا راديو اكتيفيتي ولا فيلياسيون راديو اكتيف، فيلياسيون راديو اكتيف. لا راديو اكتيفيتي شنو هي؟ هي فاش كيكون عندك واحد ليليمون اكس وكيعطيك ليليمون ايغريك. كيفاش واحد ليليمون اكس مثلا كتقول لي الهيليوم ولا كاربون مثلا، باش كنبغي اكزومبل، يعني اكس ولات ايغريك، شنو كتسمى هذا الفينومين؟ كتسمى لا راديو اكتيفيتي. الفيلياسيون راديو اكتيف هي اكس فاش كتعطيك ايغريك، وايغريك كتعطيك زد، يعني هذا كيولي عاطيك واحد اخر، هذه كتسمى لا فيلياسيون راديو اكتيف. دونك هادي غنشوفوها اون ديتاي. وعاده كاين سكون ابي لا كومبيتيسيون راديو اكتيف. هاد لا كومبيتيسيون راديو اكتيف هي اللي فيها ما يسمى بالدياغرام انرجيتيك. دياغرام انرجيتيك كيكون في التمارين بزاف، سيرتو الناس ديال الرباط بزاف عندهم هاد لابارتي. ما كاينش انا الاخرين ما عندهمش، لا هما عندهم، انا غير كنأكد على كلنا كل وحدين شنو كيقراو بزاف. دونك كومبيتيسيون راديو اكتيف مثلا كيقول لك ان ليليمون اكس يقدر يولي ايغريك، يقدر يولي زد. دونك كاينه واحد المنافسه ما بين ايغريك وزد، ما عرفناش حنا شكون شنو هو، شكون غيولي، واش ايغريك وزد. بحال قلنا هادو مضاربين، بحال قلنا اكس مضارب مع راسو، ما عرفش واش غيعطي ايغريك ولا يعطي زد. سي بوغ سولا كتسمى لا كومبيتيسيون. دونك راديو اكتيفيتي سي لا بوسيبيليتي، يعني كان نويو دو سو ترانسفورمي اكسيتيرا. دابا نعطيك لا ديفينيسيون من بعد. يعني اكس كتعطيك ايغريك مثلا، ماشي مثلا، اكس كتعطيك ايغريك. لا فيلياسيون راديو اكتيف، فيلياسيون اكس كتعطيك ايغريك، و ايغريك كتعطيك زد. اما لا كومبيتيسيون هي اكس ما حيتش تعطيك ايغريك، ما حيتش تعطيك زد اكزاكتلي. كاينه عاوتاني البارتي ديال داتاسيون راديو اكتيف، هذه اللي كيعرفوا بها العمر ديال شي حاجه. دابا تجيب لي فرعون نقول لك شحال عنده امتى مات. داتاسيون راديو اكتيف، داتاسيون شيا، هاد لو مو داتاسيون جاي من داتي، داتي يعني دات، جاي من لا دات. مثلا دابا فرعون، دابا نمشيو لمصر دابا شباب، نقدر دابا نقول لكم فرعون امتى مات، امتى مات وشحال كانت عنده من عام فاش مات، نقدر نعطيك كاع المعلومات عليه. اه واعر هاد اللعيبه، اش كنديرو؟ كنكومباريو الكربون ديال هاد العام مع الكربون ديالو هو. دابا نوريكم كيفاش هادشي في التمارين. تاريخ راه قريتوها حتى في الباك، زوين هاد لا فيزيك نيكليير، مادة زوينة بزاف كاع. مادة هاد المادة إلى يعني إلا قريتوها فهمتوها مزيان، الناس كيخدمو في داكشي ديال السكانير، دوك الناس ديال لا راديو تيرابي، دونك اللي كيديرو داكشي ملي كتبغي تمشي دير الراديو، الراديو ديال الأشعة فوق لي زيلترافيولي أو بيان لي غيون زيكس، هادوك الأشعة كيفاش كوني كيديرهم؟ كيديرهم الناس اللي قارين هادشي، يعني الناس اللي خدامين على هادوك اللي فاهمين لا فيزيك نيكليير، أو مشاو في هاد الدومين ديال لا فيزيك نيكليير، كيخدمو في داكشي ديال لا راديو تيرابي، لا راديو بروتيكسيون اكسيتيرا. كاينه ما واحد المادة سميتها لا راديو بروتيكسيون، واحد الماتيير لا راديو بروتيكسيون كيقراو، ولكن هادي كاينه برا بزاف، ما كايناش في المغرب. علاش؟ حيتاش في المغرب ما كيستعملش النووي بزاف. شكون هما الناس اللي كيستعملوا النووي؟ كاينه فرنسا، كاينه يو اس اي، كاينه ايران، كاينين بزاف. هادوك الناس لي سونترال نيكليير مثلا، دابا كاين مثلا نمشيو نقولوا على مثلا كاين سونترال نيكليير في سلا، او كاين سونترال نيكليير في ورزازات مثلا. دوك الناس اللي ساكنين حدا داك لو سونترال نيكليير كيمرضوا مساكن بار لا سويت. علاش؟ هادوك الاشعه ديال هذيك الاشعه النوويه كياثروا لهم على لا ناتور ديال لو كور ديالهم، كياثروا عليهم كيمرضوا مساكن. دونك اش كيوقع؟ حنا خاصنا داك البلاصه فين دايرين داك لو سونترال خاصنا حنا نبروتيجيوها. باش نبروتيجيوها خاصنا نجيبو ناس اللي قارين لا فيزيك نيكليير وفاهمين بزاف، باش يصيبوا لينا مواد اللي كيبروتيجيو دوك الاشعه. وهادشي غنشوفوه في تي بي دابور عندكم عليه 30%، غتقراو عليه هاد لابارتي هادي ديال كيفاش ندير لا راديو بروتيكسيون، كيفاش نبروتيجي الانسان من الاشعه لي غيونمون نيكليير. سي بون. دونك دوزيام بارتي، نرجعو للكور ديالنا، غنشوفو لا راديو اكتيفيتي. ان اليمون اكس كيعطيك ان اليمون ايغري، كيفاش كيوقع هاد الميكانيزم كتفهم. يعني مثلا كيقول لك عندي واحد 700 اكس، يعني 700 نويو ديال الكربون، شحال غادي تولي عندي ديال الايغري، وكيفاش الطريقه ديال اكس ولات ايغري، هذيك تسمى لا راديو اكتيفيتي.
l'affiliation radioactive va quitter X, hashtag Y, hashtag Z. La compétition radioactive X, ma hit hashtag Y, ma hit hashtag Z. La datation radioactive va sortir les comme hier, t'arrir. Ou t'arrir qu'un dirou le carbone. C'est bon. Donc la radioactivité, elle est qui ne fait bêta plus, bêta moins, capture électronique, etc. Elle tire un chauffe-eau en détail, Inch'Allah, par la suite. سهام العز نجاوب على لا كيسيون ديالك هاد لا راديو اكتيفيتي كيتعمقوا فيها من بعد الناس اللي اختاروا باركور الكترونيك او لا باركور اخر. هي الصراحه الا بغيتي تمشي مزيان في هادشي كدير فوندامونتال. الناس ديال فوندا هما اللي كيمشيو مزيان في هادشي، وهذوك الناس ديال فوندا باش كيقراو هادشي راه داخل وسط الالكترونيك لي كابتور، باش تقدر تفهم كيفاش ان تقدر تبروتيجي واحد من اشعه كتبروتيجي. كاين لا مهدي، مهدي الميكانيك انرجيتيك. دابا الفرق، دابا ننصح لك كاين واحد المشكل او ثاني. دابا لا كومباريشن ميكانيك انرجيتيك ديال الرباط مع الميكانيك انرجيتيك ديال كازا كاين فرق كبير. تخيل معايا صاحبي ميكانيك انرجيتيك ديالكم نتوما مهدي الحداد ديال الرباط اش كيقراو؟ كيقراو هاد لا فيزيك نوكليير، كيقراوها في اس 6، كيعاودو يقراو كيتسمى هذا لا فيزيك سوب اتوميك. ولكن الناس ديال كازا لا، كيبعدوا على هاد الدومين. هاد الماده كتعاود تقرا عند الناس ديال فوندا، يعني مخربقه شويه. سمعتي مهدي؟ دونك هنا كاين مشكل ما بين لي باركور ديال الرباط وديال كازا كونسيرنو ميكانيك انرجيتيك. ولكن في الحقيقه الا بغيتي تمشي مزيان في هاد الدومين كدير فوندامونتال، كدير فوندامونتال هو اللي كيمشيو مزيان في هاد الدومين. هذا ما عندوش علاقه بالميكانيك، هادخلوه عندكم نتوما في ميكانيك ما عرفتش علاش، مي في الحقيقه نو. ياك غادي معايا شباب؟ دونك هنا دوينا على الكومبيتيسيون راديو اكتيف ودوينا على الداتاسيون راديو اكتيف. دونك هنا جوج ثلاثة. من بعد غنشوفو لي رياكسيون نوكليير. لي رياكسيون نوكليير، هاد لي رياكسيون نوكليير هما لي غنشوفو في مايام سيستيم دو لابوغاتوار، سيستيم دو سونتر دو ماس. غنشوفو سيكسيون إيفيكاس. دونك هنا مبغيتش ندخل في لي ديتاي ديالهم باسكو من السميات ديالهم شوية كيخلعو، مي راه سي ساهل. مي المهم باغ لا سويت إن شاء الله نشرح ليكم المعنى، ولكن هاد البلون خصكم تعقلو عليه ضروري. دونك رياكسيون نيكليير ولا سيكسيون إيفيكاس إكسيتيرا، سيكسيون إيفيكاس ماكروسكوبيك، سيكسيون إيفيكاس ميكروسكوبيك، بزاف ديال الحوايج غنشوفهم في هاد لا رياكسيون نيكليير. تخوازيام بارتي واخا انرجيتيك شيميست، واخا انرجيتيك ولكن الانرجيتيك داخليه مع لي زينيرجي سولير، لينيرجي فوتوفولتايك، لينيرجي رونوفلابل اون جينيرال. اما نورمالمون خصو يدخل مع فوندا. دونك ثوازيام بارتي اش غنشوفو؟ غنشوفو لي زانتيراكسيون. تبعو معايا دي غيولمون كلشي المغرب كامل عندو دو لو بلون خصكم تعقلو عليه. لي غيولمون نوكليير افيك لا ماتيير هاكاك. دابا مزيان اش قلت؟ لي زانتيراكسيون دي غيولمون نوكليير افيك لا ماتيير. ايوا سيدنا راه هادو راه هما لي زيفي اللي لقينا في اس 4 لي في كومبتون او لا لي في فوتو الكتريك. وعاده كاينه ما يسمى ب ماتيرياليزاسيون او بيان كرياسيون دو بير. كرياسيون دو بير هادي ما قريتوهاش في الاس 4، غتقراوها في الاس 5 ولا عقلتو هادشي. راه كنت ذكرت لكم شحال هادي، قلت لكم ان لي زيفي كونطون لي فوتو الكتريك غتعاودو تقراوها في لا فيزيك نوكليير في الاس 5، وحتى تشوفوا من العنوان ديالها كتسمى لي زانتيراكسيون دي غيولمون افيك لا ماتيير او لا حتى شي عقلتو في لي في كونطون. قلنا عندك مثلا هنايا النوي الالكترون كيكون ليبر، كيكون في لاكوش اكسترن ياك، واش كنصيفطو عليه؟ كنصيفطو عليه فوتون او لا فوتون سي كوا بالنسبه لينا؟ راه هو لا ليميير، والالكترون راه هو لا ماتيير، يعني انتيراكسيون ليميير ماتيير. دونك هنا اون جينيرال كنقولو انتيراكسيون دي غيولمون نوكليير افيك لا ماتيير. راه عرفت، راه شوف، راه بزاف لي فاكولتي باقي ما بداوش، ولكن حنا
كنحاولوا اننا نبداو معاكم بكري باش تساليو بكري، حتى الاي 5 طويله، حتى لا تسنيناهم حتى بداوهم يعني غادي راك عارفين ما غاديش يقدروا يتزربوا عليكم شويه. ما كل ما بديتي بكري كل ما مزيان. راه عرفت حتى شي واحد ما بدا، غير حنا كنحاولوا اننا نحيدوا البروغرام في لو بلي فيت بوسيبل باش يبقى ليكم الوقت فين تبريباريو، راكم عارفين شنو غيوقع. الاي 5 راه غدوزو في اقرب وقت باش تلقاو الوقت فين دوزو الاي 6، فين تقراو الاي 6، ماشي بحال الاي 6. الاي 6 والاي 4 يقدروا يخليوها ليكم حتى شهر 8 شهر 9، ولكن الاي 5 لا، دغيا غيتزربوا عليكم. والطويله ها طويله فيها الخدمه، فيها 6 ديال لي موديل، كل موديل يا سلام. مثلا راه الالكترونيك مثلا راه فيه دي بارتي زايدين طوال، الا مشينا مثلا غير اناليتيك وفيبراسيون غتلقاو بار اناليتيك بوحده وفيبراسيون بوحده، يعني راه دو زينيمو. اما واحد ستاتيستيك خلاص هذاك راه الخيال العلمي، داك راه ما كيساليش، فهمتي؟ دونك انا كنحاول ندوي معاكم بحال موكا باش تنوضوا تفيقوا انكم تبداو. حنا بغينا نبداو معاكم من دابا باش نحيدوا لو بروغرام في لو بلي فيت بوسيبل. حنا كاع لي فاكولتي حوريه، كاع لي فاكولتي راه دويلت معاكم وقلت لكم كاينين دي بارتي لي زايدين ودي بارتي لي ناقصين، غندويو عليهم حتى هما. دونك هاد البارتي بحال قلنا تشيدت في فالور مويان اللي المغرب كامل عنده، كاين شي حاجه اللي ناقصه وشي حاجه اللي زايده، من بعد نقول لك كل فاكولتي شنو هو اللي ناقص شنو هو اللي زايد. سي ايوب راه عرفت غتبداو في لو 2 نوفمبر، دونك يلاه يلاه. دونك الوقيته مثلا راه حنا ماشي غنقراو عليك بالداتا شاو، نقول لك اكتب معايا ولا دير معايا، راه غنشرح لك في ورقه وستيلو، يعني خصنا نبداو بكري باش نساليو بكري باش تبقى لكم وقت فين تبريباري. كنعاود ناكد على هذه المعلومات فقط باش تفيقوا فيزيت اون اس ام بي 5، هذه فرصه في انكم تعمروا راسكم مزيان بوغ لافونيغ ديالكم ان شاء الله، باش يكون عندكم حظ كبير انكم تهزوا في ماستر اكسيتيرا. دونك ما علينا، قلنا لي زانتيراكسيون دي غيو مونيكولير افيك لا ماتيير. دونك لاحظوا معايا هنا الفوتون ضرب لي الالكترون، دونك هذيك تسمى لي في كومبتون، باسكو الالكترون كاين في لاكوش اكسترن. الا كان الالكترون هنايا في لاكوش انترن اش كتسمى هذه لي في فوتو الكتريك. دونك فوتون هذا كيضرب ليا كيتابسوربا كيخرج ليا الالكترون، وهذا كاين كرياسيون دو بير. كرياسيون دو بير هي لقيتها فاش الفوتون ما كيضرب ليا لا الكترون ليبر لا الكتروني، فاش كيضرب ليا النويو شو، فاش كيضرب ليا هذا النويو كتبقى واحد فينومين كتسمى كرياسيون دو بير. دونك الا ضرب ليا الفوتون الالكترون ليبر، دونك واش غادي تكمل معانا حنا غادي تكمل معانا حنا في فيسبوك ولا ضروري نديرو انسكريبسيون عندك في واتساب؟ لا ايو دونك نعاود ناكد على المعلومات. الله ينورك، وي الاس 5 طويله بحرام نحلقو نكملو نلحقو نكملو. داكو واحد المعلومات غنقولهم لكم ابار هادشي القرايه، الناس اللي غيحضروا اون بريزونسيال يدويو مع استاذ محسن باش يديرهم في لا ليست باش نقادو لي جروب، حقاش الا قلنا لكم جيو نيشان نهار ان شاء الله غنبداو بعدا في البريزونسيال، غيجي كلشي في دقه واحده وصعيب، راكم عارفين مع هاد كورونا صعيب ندخلوا الناس او ميم طون، يعني خصنا نديرو دي جروب دو مع استاذ محسن يقول لي راه حنا بغينا نجيو للكلاس باش يدخلكم يدير لكم جروب. وبالنسبه للناس اللي بغاو يتبعوا معنا اونلاين ضروري خصهم يدويو معايا انا باش نوريهم شنو هي طريقه العمل اللي غنخدموا بها اونلاين. سمعتي حوريه عبد العالي؟ بيان سور خصهم يدويو معايا في واتساب ولا في فيسبوك، من الاحسن واتساب باش نقول لهم على شنو هي طريقه العمل اونلاين. هذا محمد شاطير، هذا كاع لي فاكولتي ديال المغرب كلهم ان شاء الله كاملين غنخدموا معاه، كنعاود ناكد على المال. دونك كل بريسك 90% 80% ديال لي فاكولتي غنخدموا معاهم، باسكو البروغرام تقريبا هو لامي. هادي هادشي اللي هادو هما المعلومات اللي كاينين كونسيرنون لانسكريبسيون و كونسيرنون لا ميثود دو ترافاي. سي بون سي بون سي محمد. الوغ هنا دونك لي زيفي لي في كونتون هي فاش كيضرب ليا الفوتون ليليكترون ليبغ او بيان ليليكترون اللي كاين في لاكوش اكسترن. لي في فوتو الكتريك هي الفوتون فاش كيضرب ليا لاكوش يعني ليي انترن، والفوتون اللي ضرب لي النويو كتسمى كرياسيون دو بير. كرياسيون دو بير هادي هي الفينومين اللي زيدا، وباقيين بزاف ديال لي فينومين اخرين، فينومين اللي فيهم لي زانتيراكسيون دي بارتيكول شارجي. لي زانتيراكسيون دوي معايا في هذا اونلي باش نعطيك لا ميثود دو ترافاي اونلي. سي بدر الدين سي بون
دونك لي زان انا نخليكم النمره لي نيم في الاخر تنسالي ونعطيكم النمرات، راه كاين ديجا في هذيك لانونس اللي كنا لحنا. دونك لي زانتيراكسيون دي بارتيكول شارجي افيك لا ماتيير، هادو كاينين تا هما واحد بوحدهم. دونك هنا كاينين لي زانتيراكسيون دي غيرمون نيكليير افيك لا ماتيير، وكاينه بارتي اخرى في لا تخوازيام بارتي كتسمى لي زانتيراكسيون دي بارتيكول شارجي افيك لا ماتيير. بحال كنصيفط مثلا الكترون على الكترون، ما كنصيفطش غيرمون على الكترون، هذا سي ان غيرمون. مسيو مراد، بلاتي 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 بلاتي، اسمحوا لي نجاوب على النوامر على لي ميساج ونكمل لكم لو بلان ديالنا باش ندخل لبروميير بارتي. دونك بليز حطوا لينا جروب ديال الواتساب، واخا فاطمة الزهراء عافاك النمرة، واخا زينب مع سعيد، زينب ما عرفناه شدة سعيد ولا زينب، المهم اسمحوا لي سعيد زينب، انا غنخلي لك النمرة. عمر خويا انس عندنا مشكل، حنا في ورزازات ما قريناش كاع لي كواسون دو شرودنجر، واخا عندنا الان 5. اش غنقول لك اخويا عمر، بالنسبه للفيزيك كوانتيك غتقراو الفورماليزم دو ديراك، الفورماليزم دو ديراك ما عندوش علاقه بلي كواسون دو شرودنجر، ولكن كاين واحد لابارتي صغيره في الان 5 غندخلو فيها لي كواسون دو شرودنجر. غنوليو نديرو اي اش بار ديريفي دو فيكتور بسي بارابور ا دي تي كتساوي اش بسي، هادي ايكواسيون دو شرودنجر ديبون دو طون. هذه لا بارتي شويه اللي غادي تدخل لكم في الاس 5 غير هاد ليكواسيون، اما ديك لي ديتاي لي ديتاي ديال ليكواسيون دو شرودينغر اللي قريتو في الاس 4 هادوك بلا ما تعذبوا معاهم ريوسكم ما غاديش نبازيو عليهم في الاس 5 ان شاء الله. سي بون استاذ، سي بون خويا عمر، دونك ما تخافش. دونك بالنسبه للاس 5 اي حاجه عندكم فيها مشكل في الكوانتيك نحدموها كلها، غيكون هاني من ناحيه البروغرام ومن ناحيه شنو غيدير وشنو ما غيديرش، هاد المسائل كون هاني منهم ما ديرونجيش راسك، يكون غير الخير ان شاء الله. غير انت حاول ان حتى شي لايف ما تزقلو، وحاول تكون اجور، وكل ما سولتي بزاف كل ما مزيان سي بون. دونك انا بمسيك خويا مراد الرحمي دوي معايا بريفي باش نجاوبك على هاد لا كيسيون، حيت فريمون مع المهم دوي معايا، دوي معايا اون لين، قول لنا واتساب تاعك نسجلوها. اه قول لنا واتساب. شكرا استاذ، خلعني هاد البروغرام سي جمال، راه هاد لي ال اس 5، اس 5 راه طويله، راه مشكله، راه ديك اش قلت لكم نبداو من دابا باسكو لي طويله بزاف، دونك ما تخلع ما والو. دونك هادشي ديجا ديال تخوازيام بارتي ديجا قارينو شايفينو، يعني ماشي شي حاجه كثيره، ولكن هاد البروميير بارتي والدوزيام بارتي فيهم ما يدار صافي. دونك خصو يخلعك باش تفيق تبدا من دابا سي جمال، ويكون غير يكون غير الخير. الا تبعتي لي لايف كشاك لايف بشويه بشويه راه غادي تخرج رابح، حتى شي حاجه ما يبقى فيها مشكل. واش اللي بغينا نحضروا ليكور، واش نخلص عن نحضر ولا تنجي ليكور نخلص؟ اكرام جوري، مساله ديال هاد المساله اللي قلتي عليها، المهم ما كاينش بروبليم، جيو بعدا للكلاس، المهم دوي مع استاذ الحمام كونسيرنو لي جروب، تجيو بعدا لي جروب ان شاء الله، وديك الساعه الدراري ديال المسيك غنعطيكم بروغرام ديالكم. اما الدراري ديال اونلاين ديو معايا بريفي ونعطيهم كاع لانفورماسيون اللي غيحتاجو. عفاكم سيل فو بلي، من الاحسن ما تبارطاجيوش، الله يرحم والديك، ما تبارطاجيوش، عفاكم ما تبارطاجيوش هاد لي لايف على برا، لي بارطاجيو وحيدهم عفاكم، واللي خاصها شي حاجه يدخل جروب ويتفرج، من الاحسن سيل فو بلي وشكرا، من الاحسن ما تبارطاجيوش لي لايف، الله يرحم الوالدين، خدموا غير في الجروب بحال ما هكا. دونك سي بون، دونك واش تبقى دير لي لايف؟ نو غادي نخدمو اون بريزونسيال، لي لايف غنخدمو مع لي زوطخ فاكولتي، اما بالمسيك غنخدمو اون بريزونسيال، دونك هادي هي لا ميثود دو ترافاي اللي غنخدمو عليها. واش كلشي واضح؟ ندوز اسكيا دي كيسيون باش نقدر ندوز لا بخوميييغ بارتي ديال لا فيزيك نوكليير، لي هو لي نويو، لي كاركتيريستيك ديالو، لا طاي ديالو، لا ماس ديالو، لينيرجي دو ليزون، لو ديفو دو ماس، هادشي كامل غندوي عليه اليوم ان شاء الله. هادشي اللي كاين وسط لو نويو، يعني كيفاش نقدر ندرس لو نويو، شنو هما لي كونستيتيون ديالو، يعني مناش كيتكون، شنو هي لو غيون ديالو، شنو هي لا طاي ديالو، شنو هي لا ماس ديالو، كيفاش نحسبها اونك اكسيتيرا، شنو هو لو ديفو دو ماس، هادشي كامل غنشوفوه. واخا انا نعطيك الواتساب ديالي اسمح لي باسكو ما حافظتش النمره. دونك
لا عطاني واحد جوج دقايق عفاكم، نعطيكم الواتساب باش دويو معايا، باش فريمون انا نقدر نسافر في الاخر. فوالا الكونيكسيون، عندي بروبليم في كونيكسيون. عبد الصمد، عبد السلام حازم، واش اس 5 ولا اس 6 هما ليسونس ولا باس ديال مباريات الماستر؟ هي صراحة الله ان الاس 5 والاس 6 كيلعبوا دور كبير مش انك تانتيغرا شي ماستر، هذا بالنسبه للاس 5 والاس 6. اما بالنسبه الا بغيتي تانتيغرا شي ايكول دانجينيور او التعليم مثلا، خصك تبريباري من الاس 1 حتى الاس 6. اما لا باز ديال الماستر سيرتو الاس 5 والاس 6، وعلى حساب عاوتاني الماستر بحال دابا ماستر ديال الرباط كيبغيك تكون خدام شويه ثيرموديناميك بوان ماتيريال سوليد، يعني اون جينيرال اللي جينا نعطيه واحد يعني خصك تكون فاهم كل شيء وعارف كل شيء من الاحسن، تكون عندك شانس كبيرة انك تقبل فيه. دونك هذا الموضوع ديال الماستر ان شاء الله من بعد ندويو فيه. حنا دابا كندويو على البلان ديال اس ام بي 5 ولي موديلات اللي غتقرا والطريقة كيفاش غيتخدموا هاد لي موديل. دونك هذه هي اهم حاجة غنركزوا عليها في هذا اللايف. اما لي كيسيون ديالكم راه من بعد ان شاء الله ونجاوبكم عليهم. المهم انا نعاود ما خدمش ليا الكونيكسيون، انا غنعاود من بعد ما نسالي الكور الاول غنخلي لكم النمره ديالي والنمره ديال محسن الحمام باش انكم تجويو معاه على ود اون بريزونسيال، وانا انس باش تجيو معايا على ود الاونلاين. سي بون، دونك هادشي اللي غيكون ان شاء الله. صافي، دونك واش واضح البروغرام؟ ندوز بلا بروميير بارتي. صافي، احسن حاجه ما درتش لا هادي ديال استاذ محسن، هاد النمره 0689 يا ديالي ولا ديال والله ما عرفتش، ما حافظاش. المهم تنعاود ناكد لكم على النمره. سي بون، دونك واش واضح؟ ندوز دابا الكور ديالنا، ندوز لي كاركتيريستيك ديال النويو لا بروميير بارتي. وي تقدر تكتب، اللي عارف النمره يكتبها. دونك واحد جوج، خليوا لي اب باش ندوز باش نعرفكم راكم متبعين معايا وفاهميني اش كنقول. بالنسبه للكاليتي ديال لي ماشي واضحه ياك؟ غنصوروا الوراق وغنخليهم في الجروب بيان سور، ضروري هادي. Donc alors la première partie, inshallah. Première partie بالنسبة لنا la physique nucléaire. هي هادي قلنا أول حاجة غندوي عليها la taille ديال النويو. Donc la taille d'un atome هي الأولى. دونك هاد المعلومات هما راه سهلة، ولكن راكم عارفين عارفين داك المثال ديال الكبير في الكركاع خاوي، هذيك الكركاعه الكبيره كتبقى خاوي من الوسط. يعني دوك الحوايج اللي بغيت نوصل المعلومه اللي بغيت نوصل لكم، داكشي الصغير السهل هو اللي كيضيع فيه بنادم. سيرتو مثلا بحال شي ديفينيسيون كيقول لك عطيني شناهي ليفي فوتو الكتريك وبيان ليفي كونتون، بحال شي حاط لكم في الامتحان هذيك فخاص سامبل ما درتيهاش غيطلع عليها الباريم، غيحط لها اربعه النقط حتى شتا ما درتيهاش. دونك لي بتي تريك تما خصكم تعقلوا عليهم، يعني اي حاجه بسيطه تعقلوا عليها ما تحقروش شي حاجه. دونك لا طاي د اناتوم شنو هي لا طاي ديالها؟ شحال هي؟ دو 10 على بويسونس موان 10 متر، يعني ان امستروم. الى خدينا لاتوم اون جينيرال، اي اتوم لا طاي ديالها؟ بيان سور غنخلي اللايف اونجستري. دونك دو لوردر دو غروندور دو ان امستروم. اما النويو، دونك لا طاي ديال النويو بيان سور غيكون صغر منا، دو اش تقريبا
دو 10 على بيسونس موان 15 متر. هذه اول حاجه خصنا نعرفوها، هو لي ديمونسيون ديال ديك الحاجه اللي غنديروا لها الدراسه، اللي هي النويو. و 10 على بيسونس موان 15 متر هي شحال؟ هي ان فيرمي. فيرمي انا نكتبها كبيره باش تبان لكم. دونك 10 على بيسونس موان 15 متر راهي ان اف ار. هاد اف ار هي فيرمي، هي واحد فيرمي. فيرمي هي 10 على بيسونس موان 15 متر. دونك هادو معلومات مهمه. دونك ان اليمون شيميك، ان اليمون شيميك اي سوغا ريبريزونتي. كيفاش كنغوبريزونتي واحد ليليمون شيميك؟ مثلا الكابور سي ان ليليمون شيميك، دونك لا ريبريزونطاسيون ديالو جينيرال كتكتب على شكل اكس ا زد، وهنا بارفو كنديرو ان. دونك ا سي كوا ا؟ ا عارفين ا هي شحال؟ هو عدد ديال زد زائد ان. اش كيتسمى هذا؟ لو نومبر دو نيكليون. ا لو نومبر دو نيكليون. شوفوا النيكليون كيفاش كتبتها. زاد اش كيتسمى؟ لو نومبر، لو نومبر دو بروتون، و ان لو نومبر دو نوترون. معلومات سهله. ولكن عقلوا عليهم. دونك ان نيكليون يا اما دونك عقلوا على هاد الفراز. نيكليون سي ان وي نومبر دو ماس ولا نومبر دو شارج. هذيك لا ديفينيسيون قديمه حتى هي نقدروا نستعملوها. لا ديفينيسيون اللي ديجا عاوتاني كاينه هي نومبر دو بروتون نومبر دو نوترون. دونك اكزومبل مثلا اللي خدينا الهيليوم 4، الهيليوم اش غندير هنا؟ غندير 4. هذا نومبر دو نيكليون. ربعه عنده ربعه ديال نيكليون. هذوك النيكليون عنده جوج بروتونات وجوج نوترونات. دونك الا بغينا نديرو الرمز ديالو، الا بغينا نرسمو، غنديرو دو بروتون اي دو نوترون. هذا هو الهيليوم. وراه عطيتكم كاع قاعد. دونك دابا الا خدينا مثلا واحد ليليمون عنده هنا ا، هنا زد ان، هنا ان ان، ياك. وخدينا واحد ليليمون ايغريك اي ايغريك عنده ا، عنده هنا زد دو ان دو. شنو هو المميز ما بيناتهم؟ دونك هذا اليمون ياك، اليمون شيميك عنده زد ان 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 و ا، هو النومبر دو نيكليون. دونك مثلا ناخذ اكزومبل هنا 3 7 وهنا 7 3 مثلا. دونك المميز بيناتهم عندهم نفس اش كيتسموا هادو؟ كيتسموا دو زيليمون ايزوباغ. عقلوا، دو زيليمون ايزوباغ. علاش ايزوباغ؟ ايزوباغ عقلوا، حيتاش عندهم نفس ا. كاينه واحد لابارتي سميتها لا ترانزيسيون ايزوباريك. عاودوا معايا اورالمون، لا ترانزيسيون ايزوباريك راه عندكم كاملين. هاد لا ترانزيسيون ايزوباريك عرفتي اش كتعني؟ واحد ليليمون اكس ولا واحد ليليمون ايكغيك، يعني ما معنى اكس ولا ايكغيك؟ وقعت لي ان ترانزيسيون من اكس ايكغيك. ال هاديك ترانزيسيون اش كيتسماو؟ إلا كان إكس و إيكغيك عندهم نفس أ، كنسمي على أن ترانزيسيون إيزوباريك، يعني أن ليليمون إكس عندو نفس أ كو ليليمون إيكغيك. راه إكس شكون إكس أش عطاني؟ عطاني راه عندكم هادي مهمة هاد لابارتي. إكس عطا إيكغيك والمميز اللي فيناتهم وعندهم نفس أ، إختلاف هو زاد و إن. دونك إكس عطا إيكغيك نفس أ، كيتسماو دو زيليمون إيزوباغ. دونك هنا إيزوباغ حتى عندهم نفس أ. أما إلا كان مثلا إكس أ، هنا غادي نديرو زد ان، هنا ا ان ان ان، وعندنا اليمون ايكغيك هنا عندو ا دو، وهنا عندو زد ان كتساوي زد دو، وهنا عندو ان دو. زد ان كتساوي زد دو، اش كيعني هذا؟ هادو هما دو زيليمون ايزوباغ، ايزوتوب باردون، ايزوتوب. انا حاطلك نمرتي، انا سالي نعطيكم النمرة ديالي. دونك دو ايزوتوب، ايزوتوب باسكو عندهم نفس زاد. لاحظوا ان زاد ان كتساوي زاد دو. اما الا كان عندهم نفس ان كيتسموا ايزوتون. دونك دو زيليمون شيميك مثلا هنا عندنا ا، مثلا ا ان، وهنا زاد ان، وهنا ان ان، ياك. اي ليليمون الثاني ايغريك كو ريبريزونت ان دو، راه شرحت لكم.
دونك هاد لو سامبول اون جينيرال هنا هذا لو نومبر دو نوكليون، يعني العدد ديال اون بجوج ديال لو بروتون نوترون اللي كنحطو هنا، لو نومبر دو بروتون اللي كنحطو هنا، لو نومبر دو نوترون. سي بون، دونك هاد ان دو فاطمة الزهراء، ان دو اللي درنا هنا زعما ريبريزونت لو نومبر ديال النوترون ديال هاد ليليمون ايكغيك، و ان ان لو نومبر دو نوترون ديال ليليمون اكس. حيتاش درت ان ان و ان دو باش نقدر نقول على ان ان مختلف على ان دو. اش درت هنا؟ درت ا هنا و ا هنا، يعني هاد لي زيليمون عندهم نفس ا، كيتسموا ايزوبار. وهاد لي دو زيليمون لاحظوا معايا، ا هنا ا دو، هنا ان هنا كاين ان دو، يعني عندهم اختلاف ان ا وعندهم اختلاف ان دو، ا ان و ا دو، ولكن عندهم نفس الزاد، كيتسموا دو زيليمون ايزوتوب. اما الا كان عندهم مثلا هنا غندير ا دو، هنا غادي ندير زاد دو، هنا اش غندير؟ غندير ان ان شحال كتساوي لي ان دو، يعني حطيت على ان 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 ديال الاولى هي ان دو، كيتسموا دو زيليمون ايزوتون. انا داخل بشويه بشويه، هذه هي لا باز ديال لا فيزيك نوكليير. الا فهمتوا هادشي غتفهموا داكشي اللي جاي بيان سور. دو زيليمون ايزوتون، ياك غادي معايا شباب؟ دونك 4 5 غير خليو اب الا كنتو مشيتو معايا باش نعرفكم راكم متبعين معايا وفاهمين اش كندير. سيل فو بلي ما تبارطاجيوش اللايف، الله يرحم الوالدين. اللي بغا يتفرج يدخلوا للجروب سيل فو بلي. دونك لا فورم ديال النويو، شنو هو لا فورم ديال النويو؟ دونك لا فورم ديال النويو كنعتبرو اون جينيرال سفيريك، سوف دونك النويو الي سفيريك. دونك هاد النويو كنعتبرو سفيريك، والسفير باش كتميز بواحد لو غيون اير. الى حسبتو لو فوليم ديال هداك النويو غتلقاه هو 4 على 3 كاتر تيار بي اير 3. سوف لي نويو ماجيك، الناس ديال الرباط اس ام بي 6 غتقراو هاد لي نويو ماجيك، ما عندكمش هاد العام. دونك هنا دو زيزوتوب، هنا غير صلحت لك، هما راه خصهم يكونوا حاجه وحده بالنسبه للسؤال ديالك ميسيو ما سميه. دونك ميسيو عبدو، مرحبا سي عمر، مرحبا بكم الناس ديال ورزازات. دونك سي عبدو قال لي على ان، شوفوا مزيان هنا، قال لي على ان هادو عندهم نفس الزاد. حنا كنعرفوا الا كانوا دو زيليمون شيميك عندهم نفس الزاد، راه زعما راه نفس ليليمون شيميك. دونك شنو اللي كيخلي ديال الاختلاف ما بين لي زيليمون؟ هو فاش كيتبدل الزاد كيتبدل ليه ليليمون. سبحان الله العظيم، ان اي ماده في الدنيا فيها لي بروتون فيها لي نوترون، ولكن اين فوا داك العدد ديال لي بروتون بالضبط كيتبدل كتبدل الماده. يعني شوف هنا اش درنا، هنا درنا اكس، اكس عنده زاد ان ويكريك عنده زاد ان كتساوي زاد، يعني حنا خصني ندير اكس في الحقيقه. ها غوماك، هادي المعلومه اللي بغي يوصل لكم، ان الا كانوا عندك دو زيليمون عندهم نفس الزاد يعني راه نفس ليليمون، قدر نفس الزاد ولكن يقدر يكون اختلاف ما بين او ان، كيتسموا دو زيزوتوب حتىش نفس الزاد. سي بون، دونك الوغ نفس ليليمو بويسكو نفس الزاد الا هو نفس ليليمو، حيت اون فوا كتغير زاد كيتغير ليا ليليمو ديالها معاها. الوغ سوف لي نوايو ماجيك، لي نوايو ماجيك هما اللي ما عندهمش فورم سفيريك، وهاد نوايو ماجيك شكون هما؟ هما اللي عندهم زاد كتساوي جوج، 8 20 28 50 82 128. الله يبارك فيك سي ساعي الخير، ما عرفتش سميتك، مكتوب عليك ساعي الخير، قلنا لك ساعي الخير، شرفنا بسميتك سي ساعي الخير. دونك هنا قلنا على ان زاد كتساوي جوج 8 20 28 50 82 128، هادو كاملين كيتسموا لي نوايو ماجيك. دونك اللي سولك نهار الامتحان شنو هما لي نوايو ماجيك، غتحط لي هاد لي فالور جوج 8 20 28، هادي كيكون عندهم لاكوش اكسترن ساتوري. هادشي كيقراو الناس اللي عندهم موديل سومي اومبيريك، الناس ديال الرباط في الاس ام بي 6 كيقراو لي نوايو ماجيك، ولي نوايو ماجيك كتكون عندهم لاكوش اكسترن ساتوري، كيكون مشكل عندهم في التريتمون ديال.
الوغ دونك نمشي دابا ندوي على لينيرجي دو ليزون غندير لابليكاسيون. لينيرجي دو ليزون يعني الا خدينا واحد لو نويو فيه عدد ديال البروتونات وفيه عدد ديال النوترونات اون جينيرال، دونك زاد شنو هو زاد قلنا هو النومبر دو بروتون ياك، في هاد الحالة ثلاثة، مي انا غناخد اون جينيرال ياك شباب، وفيه ان، الان هو العدد ديال لي نوترون. تبارك الله على السياسين. وخلاص دونك زاد لو نومبر دو بروتون اي لو نومبر دو نوترون. اذا طلبت منك، اذا طرحت عليك السؤال شنو هي لينيرجي دو ليزون باش نشدو لينا هاد لي نيكليون، قولوا معايا هاد الفراز، لينيرجي دو ليزون باش نشدو لينا لي نيكليون، حتاش لي نيكليون هما هادو، هاد لي نيكليون اي سون ليي بواحد لينيرجي دو ليزون مع بعضياتهم. ديك لينيرجي دو ليزون كنديرو بي ياك، عقلو كتعلق بعدا بأو كتعلق بزاد لينيرجي دو ليزون، كاين اللي كيدير لها بي ا زاد، كاين اللي كيدير لها بي اون جينيرال، دير واحد ليليمون اكس ا زاد ان، هادو بجوج نوتاسيون صحاح. كاين اللي كيدير لها دلتا بي، كاين اللي كيدير لها بي ان، هادو كاملين كتسمى لينيرجي دو ليزون. هاد لينيرجي دو ليزون عمر ميكانيك اناليتيك مع استاذ محسن، وغيكون ان شاء الله يمكن اما السبت اما الاحد. غيبقى اونريجستري بيان سور. دونك لينيرجي دو ليزون باش مشدودين كيفاش كنحصلوا عليها؟ كنشدو العدد ديال لي بروتون وكنضربو في لاماس دان بروتون، وكنزيدو عليه العدد ديال لي نوترون فوا لاماس ديال لي نوترون، حيت العدد ديال لي نوترون فوا لاماس، وهادشي كامل فاش كنضربوه في سي او كاري، وكنقصو منها لاماس ديال لي ليمون كاملين هما مجموعين، يعني ديال النويو كامل اللي عنده اكس ا زد بيان سور كنضربها في سي او كاري. هادي هي لينيرجي دو ليزون باش مشدودين هاد لي نوكليون هاد. دونك هنا لينيرجي دو ليزون حيت قلنا يا شباب قلنا ان هادو هي لا ماس ديالهم ما مفرقينش، وهادي لا ماس ديالهم مجموعين، دونك الا درنا زاد ام بي بلس ان ام ان ونقصنا منها لا ماس اكس ا زاد، هادشي كامل غنعمل بسي او كاري. شنو غيبقى ليا؟ راه حتى شوف مزيان، غتبقى لي زاد ام بي زائد ان ام ان. شنو هي زاد ام بي زائد ان ام ان؟ دونك هي العدد، هي العدد ديال البروتونات كنضربها في لاماس ديال البروتون، كنزيد على العدد ديال النوترونات في لاماس ديال النوترون، وكنقص منه لاماس ديال النويو كامل. هذا هو النويو، ولا نهار الامتحان سولتك لاماس ديال النويو ما تقولش هي لاماس ديال هذا زائد لاماس ديال هذا زائد لاماس ديال هذا زائد، خطأ. أيا اتونسيون، لاماس ديال هذا زائد لاماس ديال هذا زائد لاماس ديال هذا راه هي زاد ام بي، هي العدد، هي العدد ديالهم كنضربها في لاماس ديال وحده، هي هادي شا زائد ان ام ان هي لاماس ديال الجوج، دونك لاماس ديالهم مفرقين ماشي هي لاماس ديال النويو. لاماس ديال النويو كتكون الرمز ديالها بحال موك ام ماجيسكيل ماشي ام مينيسكيل، العكس قبل كنا كنديرو لاماس ام مينيسكيل ولاماس مولير ام ماجيسكيل، دابا ولا العكس، لاماس ماجيسكيل هي لاماس، ام ماجيسكيل هي لاماس. دونك هنا لاماس هادي هي لاماس ديال لي كونستيتيون شيا، هادو هما لي كونستيتيون، دونك لاماس ديال لي كونستيتيون لاماس ديال النويو كاملين، هذا كيعطيني سكون ابيل دلتا ام. سمحوا لي ليماج مشات، هي غتجي دابا دلتا ام فوا سي او كاري، هادي هي بي ا زد، هاد دلتا ام اش كيتسمى؟ كنسميه ديفو دو ماس، هذا كيتسمى ديفو دو ماس، راه حيت كاين ليكسي دو ماس راه كنديطايي باش الناس ما هي غير ليماج غتجي، هي ليماج غتجي كنديطايي باش تفرقوا ما بين ديفو دو ماس وما بين ليكسي دو ماس. ليكسي دو ماس دابا نشوفوه من بعد في المونديل دو لا غوت ليكيد، اما الديفو دو ماس هي لا ماس ديال لي كونستيتيون ناقص لا ماس ديال النويو وهي مجموعين. انا غنديرو ابليكاسيون غتفهموني كثر كيفاش شرحت هادشي. هاي لي ماس غترجع، هاي لي ماس غترجع، عرفتها مشات، هاي غترجع.
صبر علي عمر، الله يرحم والديه على هذا السؤال. تري بيان تبارك الله عليك السي عمر. دونك السي عمر الى ديجا بان لي انا بان لي انه شاف هذا المشكل ديال لابليكاسيون نيميريك، وهي اللي كدي النقاط مزيان. ما يطرحش عليا السؤال كيفاش نحولوا ما بين الالكترون فولت وما بين الميف اللي هي الميكا الكترون فولت، هي الوحده الاساسيه عندنا حنا هذا العام في الفيزيك نيوكليير، هي الميف ميجا الكترون فولت وما بين الجول. هاد التحويلات مهمه جدا جد 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 مهمه، يعني فريمون فريمون تري تري بون كيسيون، يعني غنحلوا هاد المشكل دابا. دونك عفاكم واش فهمتوا ديفو دو ماس باش ندوز. الوغ الا سولتك في الامتحان قلت لك عطيني ديفو دو ماس، حيت كاين ديفو دو ماس وكاين ليكسي دو ماس. ديفو دو ماس راه هي زاد ام بي وغنزيد عليها ان ام ان وغنقص منها لا ماس ديال النويو كامل. هادي لا ماس ديال لي كونستيتيون، انا عاود ناكد عليها. وهادي لا ماس ديال النويو كنأكد، وهادي كترمز ليها ديتا ام، وتوجو كتكون بوزيتيف ماشي نول، بوزيتيف ما كاينش نول. الوغ الا سولتك نهار الامتحان حسب لي انرجي ديال ليزون ديال واحد ليليمون، هتقول لي عطيني الديفو دو ماس وغنضربها في سي او كاري. سي او كاري هي لا فيتاس بلا ليميير او كاري، هادي لي انرجي ديال ليزون. دونك قبل ما ندير ابليكاسيون نيميريك غادي ندير واحد الغابيل على لي زونيتي، والله يرحم والدين الا ما تبعوا معايا. المهم العزيز حتى المهم هادشي. دونك الوغ لي زونيتي عاد ندوزو لي زابليكاسيون نيميريك. دونك شكون يقول لي شنو هي ان جول؟ شنو هي الجول؟ الجول ايكيفالونس ديالها هي شحال؟ الا قلت لك ان جول هي شحال؟ راه هي واحد كيلوغرام متر كاري على سكوند كاري. و ان كيلوغرام هي شحال؟ هي 10 أس 3 غرام متر كاري على سكوند كاري. وعقلوا على الجول، منين جاتني هاد لينيتي؟ غنوريكم منين جاتني. شرو غير لينيرجي سينيتيك مثلا، لينيرجي سينيتيك الشباب ماشي هي ان دومي ام في كاري نيسبا؟ دونك هادي باش في كيلوغرام، وفي باش متر كاري على سكوند كاري، حتى في كاري حيت في متر على سكوند رفعناها وكاري تبقى لي متر كاري على مسو. وهنايا لينيرجي سينيتيك كتكون بالجول، يعني الجول هي الكيلوغرام متر كاري على سكوند كاري. بيان سو كاين فرق ما بين ديفو دو ماس وما بين ليكسي دو ماس. ليكسي دو ماس ما نقدرش نديرو لكم دابا غتلفوا ليا، حتى ليكسي دو ماس داخل معايا في هذا في سكون ابيل في غوت ليكيد. شباب غاديين معايا؟ دونك ان جول هي 1 كيلوغرام متر كاري على السكون كاري، او 10 أس 3 كيلوغرام متر كاري على السكون كاري. غنحتاجو هادشي هذا بزاف. دونك بالنسبه لفاطمه الزهراء اونتر بالونتيز هاد لا ريبونس انجبري على فاطمه الزهراء باش ما تبقاش مخربقه. فاطمه الزهراء الا بغيتي ليكسبريسيون ديال ليكسي دو ماس انا نعطيها لك. ليكسي دو ماس كرمز لي او ام، او بارفو كرمز ليه دلتا. دونك ليكسي دو ماس راه هي لا ماس ديال النويو كامل، وكتنقص منو 931.5 وكتضربها في ا. هو العدد ديال النيوكليو كتنقص منها 930.5. دابا نشوفو باغ لا سويت ا فتيم زالا. سي جوست انا عطيتك غير الفكره على ليكسي دو ماس، انه كاين فرق ما بين لي ديفو ليكسي. ليكسي عنده سينيفيكاسيون فيزيك من بعد نديرها معاكم، ما بغيتش نخربقكم. اما نورمالمون لينيرجي دو ليزون هي اللي فيها ديفو دو ماس، والديفو دو ماس راه باين لا سينيفيكاسيون فيزيك هي لا ماس ديال لي كونستيتيون ديالهم مفرقين، وكتنقص منها لا ماس ديالهم هما مجموعين. بحال قلت لكم قبيله في داك الميزان الا عقلتو، قلت لكم الميزان راه كتشد الحاجه مفرقين، راه الى عبرتيها كتلقاهم هما مفرقين كيكونوا اكثر ما هما مجموعين، ياك؟ باش معاكم هاد اللعيبه هاي هاي الشيء. دونك مثلا شديت لاماس ديال هذا زائد هذه زائد هذه زائد هذا نلقى واحد لا فالور، ولا شديتهم مجموعين نلقى واحد لا فالور اخرى اللي صغيره على هاد لا فالور. يعني الا شديت هاد لا فالور هذه اللي كاين هنا نقص منها هاد لا فالور، هذاك لا ديفيرونس كتسمى لو ديفو دو ماس.
وهذاك الديفو دو ماس عارفين اني جا مي ما بغيتش نخربقكم بزاف، جا من الانرجي دو ليزون، حتى هما سبحان الله العظيم فاش كيكونوا مشدودين مع بعضياتهم كيكونوا مشدودين بواحد الطاقه، ملي كتهرس ديك ملي كتهرسهم كتحرر ديك الطاقه، وديك الطاقه فاش كتحرر كترانسفورما اون انرجي سونو هاد لو برانسيب او ايغالا ام سي كاري. دونك هنا كتكون مجموعه طاقه، حتى هادو مشدودين طاقه، هذيك الطاقه فاش كتهرسهم، دونك فاش كتهرسهم يعني فاش كتكاسيهم ديك الطاقه كترانسفورما سو فورم اون ماس سونو لا غولاسيون سي كاري، يعني ان اي حاجه عندها ليكيفالونس ديالها اون ماس. سمحوا لي راه غادي نمشي ليكم اللايف دابا وغيجي ا كوز دو كونيكسيون، غير ما غيبقاش يبان وغيجي، غير صبروا شويه. خليكم معايا راه هي تجي كونيكسيون دابا. عرفت مشات، عرفت مشات، هاي غترجع، هاي غترجع، اصبر. بيان سور غنخلي الوراق مع اللايف يكون هاني. هتجي الكونيكسيون نكمل معاكم. مازال ما جات، واضح دابا، واضح مفهوم. اذا كان بينه مفهوم خليو لي اب باش ندوس. عافاكم. الو، سهام نجاوبك على هاد لا كيسيون. دابا هما مشدودين، مشدودين مع بعضياتهم بواحد الانرجي دو ليزون، هاديك الانرجي دو ليزون باش كنكاسيوه ماش كيوقع، ديك الانرجي كتليبيرا كتحرر واحد الانرجي، وهاد الانرجي فاش كتحرر كترانسفورما اون اون ماس. سي بون تو سامبلومون، تري بيان. دونك نمشيو لي زونيتي اميف. شنو هي ميف؟ اميف هي ان ميغا الكترون فولت، ان ميغا الكترون فولت هي 1.6 في 10 الى بويسونس موان 13 جول، تو سامبلومون. هادي غولاسيون لولا، 1 جيجا الكترون فولت هي 1.6 في 10 الى بويسونس موان 9 موان 10 باردون جول. دونك هادو سون دي زونيتي ا روتونيغ باركور. كاين واحد لينيتي اخرى هي ان يونيتي دو ماس اتوميك، بارفو كنرمزو ليها بان يو. ان يو شنو هي ان يو؟ دونك عقلو، هانيتي جديدة بالنسبة ليكم هادي، غنشوفو واحد التمرين وغنديمونطريو عليها. فيما تسمع ان يو راه هي 1.67 تقريبا في 10 اس ناقص 24 غرام، يعني ان اي دابا حنا كنعرفو الغرام، كنعرفو الغرام. الى ديتي 1.67 في 10 اس ناقص 24 غرام كتسمى ان يونيتي دو ماس اتوميك، دونك يونيتي دو ماس اتوميك. هذه يونيتي جديده بالنسبه لكم، ان كل يونيتي دو ماس اتوميك هي 1.67 في 10 اس ناقص 24 كيلوغرام. وقلنا على ان كيلوغرام هي 10 اس ناقص ان غرام
راه هي 10 اس ناقص 3 كيلوغرام، يعني تعطيني هي 1.67، ف10 اس ناقص 27 كيلوغرام. لينيتي دو ماس اتوميك عندها ديفينيسيون، هي 1 على 12 لا ماس ديال الكربون 12. دونك الا شديتي لا ماس ديال الكربون 12، انا نوريكم نيجا ديمونستراسيون، حتى كتحط ان او هي 1 على 12 لا ماس ديال الكربون 12. دونك الا شديتي لا ماس ديال الكربون 12 وقسمتيها على 12 غتعطيك ان يونيتي دو ماس اتوميك. لا كيسيون كي سو بوز، علاش كيقول لك علاش كيقول لك خدينا الكربون 12؟ باسكو الكربون هو الحاجه اللي كنشوفوها بارتو، ها الناس داروها كوم ريفيرونس. دونك حتى الكربون اكزيست بارتو، هو سي ان اليمون كي بريدومينون دون لا ناتور. دونك اون بو لو تروفي دون نامبورت كيل ريجيون. دونك سي ان اليمون برينسيبال لي بيه كيوقعوا بزاف الحوايج في لا ناتور وكنلقاوه بارتو. دونك سي بور سولا اون ا ترافايي افيك هاد ليليمون الكربون 12. دونك اون ا بري لو كربون 12 لا ماس ديالو وقسمناها على 12، نقسمناها على 12 عطاتني ان يونيتي دو ماس اتوميك. دونك بيان سور حنا لا بغينا لا ماس ديال الكربون 12 كيفاش كنديرو ليها؟ دونك كيفاش غنحسبو لا ماس ديال الكربون 12؟ كناخدو لو نومبر دو مول. شنو هو لو نومبر دو مول؟ سي لا ماس ديال كاربون 12 سور لا ماس مولير ديال كاربون 12 هي 12، معروف هاد العلاقة هادي. الا شديتي لو نومبر دو مول هي لا ماس سور لا ماس مولير. لا ماس هنا في لا فيزيك نوكليير كنرمزو ليها ماجيسكول. دونك الا شديتي لا ماس ديال كاربون 12 وقسمتي على لا ماس مولير معروفة هي 12، كتلقى لو نومبر دو مول. او ميم طون لو نومبر دو مول شحال هو العدد ديال الكربون اللي عندنا؟ هو واحد مقسوم على ان ا، لو نومبر دافوغادرو. نتوما اش كديرو؟ كديرو ان على ان ا ياك اون جينيرال، العدد ديال لي كونستيتيون على لو نومبر دافوغادرو. العدد ديال لي كونستيتيون حنا اش قلنا؟ قلنا واحد، حتى الكربون 12 واحد، واحد اللي غنشدو نقسمو على 12. دونك في هاد الحالة شنا هي لا ماس ديال الكربون 12 كيفاش جبدناها؟ ساهلة، هي 12 وتقسمها على لو نومبر دافوغادرو. دونك هنا مول وهنا غرام باغ مول. دونك سي بون، مول موان زان هنايا. الوغ دونك هادي باش لينيتي ديالها غرام باغ مول، و لونبر دافوغادرو شنو هي لينيتي ديالها؟ مول موان زان، حتاش لا ماس مولير بالغرام باغ مول. الوغ اش غيبقى ليا؟ هاد لا ماس ديال الكربون 12 فين نعوضها؟ غنعوضها هنايا، غيبقى ليا لينيتي دو ماس اتوميك ان او كتساوي ليا 1 على 12 لا ماس ديال الكربون 12. لا ماس ديال الكربون 12 قلنا هي 12 مقسومة على لونبر دافوغادرو، 12 عاد مع 12 هي 1 على نومبر دافوغادرو، وهادشي غيبقى ليا بالغرام. هادشي جاي تحت مول مول زا مع مول غتمشي تبقى لك بالغرام. دونك هادي الا حسبتوها 1 على نومبر دافوغادرو تلقاو تقريبا هي 1.67 في 10 اس ناقص 24 غرام. هادي هي ان اونيتي دو ماس اتوميك تو سامبلومون. انا درت لها ديمونستراسيون، راه عندكم راه كتحط نهار ليكزامان كيقول لك بين على ان انيتي دو ماس اتوميك هي 1.67 في 10 اس ناقص 24 غرام، او تقدر تحسبها بالكيلوغرام كون فو فولي، ما كاينش بروبليم. ها سي بون. دونك هنا هادي مزيان. دونك شفنا الجول شنو كيساوي، شفنا الميف شنو كتساوي، شفنا جيجا الكترون فولت باردون جيف شحال كتساوي، شفنا لينيتي دو ماس اتوميك شحال كتساوي، ودرنا لها ديمونستراسيون تري بيان. دابا غنشوفوا واحد الكتابه. هاد الكتابه بالنسبه لي انا هي واحد دلتا، كيف كنقول انا دلتا. علاش؟ باسكو دلتا كيعرفها تو الموند، ياك؟ شنو هي دلتا الدراري؟ بي او كان ناقص 4 اسي، يعني فهمتي؟ في اي زمان وفي اي ماشي تكون فيك الموت ونصورك على دلتا تقول لي بي او كان ناقص 4 اسي، ياك ولا لا؟ تكون كتستحضر تقول لي انا نقول لك نصورك على دلتا تقول لي بي او كان ناقص 4 اسي، يعني شي حاجه اللي من المسلمات اللي كتعقل لك. كذلك هاد الحاجه اللي غادي ندير دابا هي ان اي فاش كنضربها في السي او كاري، تا هي خصك تولي من المسلمات. ان اي فوا السي او كاري هي شحال؟ انا غنعوض ان اي، باش نعوض ان اي بواحد فاصله 67 في 10 اس ناقص 24 غرام او 27 كيلوغرام اللي بغيتو، انا غنخدم بالكيلوغرام. دونك هاد ان اي ها هي 1.67 في 10 اس ناقص 27 كيلوغرام. فاش غنضربها في سي كاري؟ سي كاري هي 3 في 10 اس 8 متر كاري على سكون كاري.
دونك غيولي عندي لينيتي ديالها كيلوغرام متر كاري على سكون كاري، هادي غنعوضها بالجول. دونك هادشي غيخرج ليا واحد العدد بالجول. من بعد نحاولوا الالكترون الميجا الكترون فولت. دونك الجول شنو هي ان جول؟ دونك هاد لافالور ديروه بالكالكولاتريس غتلقى واحد لافالور حطوه بالجول. والجول جول شنو قلنا على الجول؟ هي 1 سور 1.6 10 على بويسونس 13 ميجا الكترون فولت. لا ماشي 900 911 فولت. تري بيان تري بيان تري بيان. دونك غتولي عندك واحد لافالور جول باش نعوضها. انا كنوريكم غير لي زيتاب، اما من بعد تحفظوها. بلاتي اصبروا معايا الله يعافاكم. ناقص 13 ميجا الكترون فولت. بيان سور هاد العدد ما تنساوش، انا غير الجول عوضتها بديالها. دونك هادي هي ان او سو او كاري. الوغ فينالمون لا باس 7 دونك او سو او كاري. هاد الكتابه هادي فما تشوفها في النيوكليير خصك تعوضها ب 931.5 ميجا الكترون فولت. دونك هادشي كامل. دونك هاد لا فالور هذا مع هاد لا فالور اللي غتحسبو هنايا غتلقاو 931.5 ميجا الكترون فولت. الله يرحم الوالدين. هاد المسألة مهمة جدا جدا جدا، بلا بها راه ما غاديش تخرجوا حتى شي تمرين، شي حاجة من المسلمات. فما تبان لكم واحد انيتي دو ماس اتوميك فوس سي او كاري، ما تفكرش ما تفكرش، خاصك تعوضها ب 931.5 ميجا الكترون فولت. بانت لك هنا 5 او سي او كاري، غتولي عندك 5 في 931.5 ميجا الكترون فولت. واش مفهوم؟ دونك شوفوا باش بديت، عوضت او بلا فالور ديالها بالكيلوغرام، وعوضت سي بلا فالور ديالها بمتر كاري على سكون كاري. ومن بعد هادشي كامل قلنا هادشي غيخرج بالجول، وغيولي عندي فالور الجول حولتها لميجا الكترون فولت، راه وليتكم لا فالور ديالها. وهادشي كامل غيتخرج ليا 931.5 ميجا الكترون فولت. واش مفهوم؟ دونك هنا غنديرو ابليكاسيون فيا اكزومبل، ونشوفو هاد اكزومبل شحال صعيب. هادا يتحط ليكم في امتحان، والله ما كنتي ميتريزي هادشي الا خرجتيه بالله، والله تتضعك تقول تا شنو هو هادشي، عاد ما دوخ تلف. انا نعطيكم التمرين نشوفو كيفاش غتخرجو. يلا يلا ورقة والسيلو الدراري، عطاوك الهيليوم وشوف دابا احنا قاويين عليها، كبير في كاع قاوي ياك. قال لك عطيني لا ماس ديالو، عطيني كالكولي هاد السؤال، كالكولي لا ماس. تبع معايا مادا، سمع معايا، لا ماس ديال الهيليوم 4 جوج ساشون كو، شوف مزيان لينيرجي دو ليزون ديالو، حيتاش قلنا لينيرجي دو ليزون كنديرو بي ا زد، ا ديالو 4 وزد ديالو 2، عطاو لينا 38.2 ميجا الكترون فولت. هادو هما لي دوني ديال ليكزارسيس. اي عطاوك لا ماس ديال البروتون كتساوي لك 1.678. غنتاخدو دوك لي فالور كاملين. دابا واحد المعلومة في النيكليير ما عارفاش الدراري، راه الا ما خديتيش لي فالور كاملين اللي مورا الفاصلة راه ما غاتخش لك لابليكاسيون نيميريك صحيحة. معلومة جد مهمة. يعطيك 6 الأرقام مورا الفاصلة، خصك تاخد 6 الأرقام مورا الفاصلة. بنادم نهار ليكزام كياخد جوج أرقام كيتصيد، كيخرج لي داكشي نيجاتيف ما كيعرفش منين جا. لا سيدي راه خصك تخرج لي تاخد جميع الأرقام. دونك لا ماس ديال البروتون عطاوها لك، ولا ماس ديال النوترون شحال كتساوي لك. شوف شوف دابا هنا فين كاين المشكل. شوف دونك هنا عطاك 6 × 7 في 10^-24 غرام، راه قلبتهم، راه هنا 7 وهنا 8. وشوفوا على بلان ياك بجوج 67 67، ولكن هنا راه 7 وهنا راه 8. هاد لا فالور ديال 7 هنا 8 هنا كيبدل لك كلشي. يلا الدراري حسبوا لي الانرجي ديال ياس، حسبوا لي لا ماس. انا نعطيكم العلاقه اون اش كنعرفوا، ان بي ا زد كتساوي ليا زد ام بي بلس ان ام ان، يعني لا ماس ديال النوترون ام ان. كنقول انا ان ام ان هادشي كامل فاش غنضربو في سي او كاري، وغنقسم منو لا ماس ديال لي كونستيتيون، لا ماس ديال النوايو كامل فوا سي او كاري. انا بغيت هادي، بغيت انا ام، بغيت ام ديال 4 جوج ديال الهيليوم، 4 جوج ماشي تا الاكس ديال الهيليوم، هنا راه الهيليوم. هادي بغيت نعرف شحال كتساوي. يلا شباب كنتسنى فيك، جبدوها لي. الله يرحم والدين، تيقوا فيا وخدموا معايا التمرين. نوض جبد كالكولاتريس وخرج،
فريمون 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 غتبهروا من التمرين هذا. هيك تمرين صغير ولكن لاحظوا المشكل اللي فيه فين كاين. ما طيحش لك دير شي حوايج نهار ليكزامان فينا، علما انها معادله، يعني انها ايكواسيون فاسيل بسيطه جدا. طلبت منك تحسب لي غير هاد لا ماس صافي، هذا هو السؤال ديالي، هذا هو اللي مطلوب منك، ما مطلوبش منك حتى شي حاجه اخرى. يلا كنتسنى فيكم، نعاود نكتب بين واضح بعدا واضح. ياك اذا كان واضح خليو لي اب باش نعطيكم واحد 5 دقائق فين تخرجوا لي هاد لاماس ديال الهلم. لاحظتي عطاوك هما لينرجي دو ليزون باش مجدودين دوك لي نيكليون، وعطاوك لاماس ديال البروتون ديال النوترون، وقال لك احسب لي لاماس ديال الهيليوم، هما مجموعين يعني لاماس هادي بغاو لاماس ديال الهيليوم 4 جوج. يلا جبدوا لي لا ماش. يلا شباب شي شحال واحد غيمشي غتقول لي الناس ما عرفناش شنو غنديروا. يلا واخا سي عمر راه ديجا كاين جروب واتساب، انا غنعاود ندير جروب اخر باش نعاودو نديرو شي جوج جروبات اخرين باش تقدروا تانتيغراو كاملين في دقة واحدة. دونك لافونتاج اللي كاين في هذا الموديل سيرتو لا فيزيك نوكليير، سيرتو كنقول سيرتو حتى سي تان اكسبسيون، هو ان يعني فريمون لو بروغرام تقريبا المغرب كامل كيقرا لا ميم شوز، شي حاجه خفيف اللي زايدين وناقصين. عطاونا لا فالور فينال، شوف الطريقه كيفاش غادي نخدم انايا وشوفوا نتوما كيفاش خدمتو. حركوا السيرو شويه، يلا كنتسنى فيكم كاملين حتى واحد، نوضو كاملين نخدموا هاد ليكزارسيس وكاملين نديروا لابليكاسيون ليميري. يلا شباب صافي نبدا نبدا خدام. دونك نبدا ياك ندير تخراج ولا نخليك الوقت فين في تنوضو كاملين نديرو لابليكاسيون ايميلي. فوس خطأ سي ايوب، سي جمال خطأ. او ترى انا ناقص 4 كيلوغرام، انت كتشري لي الدب انت ديك راه
ديك راه شنو عشرة ونص ناقص 4 كيلو غرام، شوية دابة ديك راه دي صغيرة. دونك الو سافا سي لا تخي 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 بيان سي علي، دونك برافو عليك. دونك الو دونك تقريبا سي 6.7 دي سالا بيسونس 24 كيلو غرام. انت رجعتي هاد السعودة سي علي شي شي شنو هي ديك الجي؟ لا جرافيتاسيون. غرام باردون غرام سي كحسابية تسعود. Très bon travail. Donc le problème viking, problème qui est au niveau de la masse. Très bien. Donc c'est un truc qui est très facile. Ah, ok. Donc Hayehiba, en fait, il y a un U qui fait, un kilogramme. Gramme. Donc d'abord, la masse, on a dit le B, BAZ. Donc on a dit D, on a la masse. La masse de l'hélium. La masse de l'hélium 2. Donc, on a 2, 4. Chaque fois que tu as oublié, donc, on a D, plus, on a oublié, il y a ZMP, plus NMN. Donc, fois C au carré, on a l'énergie de liaison, n'est-ce pas? Tu as B, je tiens là, ou là-dessus, moi, où je dois diviser tout sur C carré. Yac. Je voulais dire, il y a ZMP, yac, plus NMN. Donc, C carré, tu mets C carré, il n'y a pas l'énergie de liaison. Sur ces carrés. Donc, elle dit la masse. Elle dit, mais fais-je mouchkil. Elle dit, fais-je mouchkil. Elle dit, fais-je deux protons. La masse des protons, c'est la même chose. Il y a 1 fois 67, 7, 10, 27. On va dire, elle a neutron, c'est un jouge. Fois 1 fois 67. Donc, pardon, 7, 8, 9. Fois 1 fois 27. Mouchkil, au niveau de l'énergie de liaison. دونك لينيرجي دو ليزون ناقص انا حطها هنا باش عطاو ليا بالميجا الكترون فولت. ياك عطاوني شحال؟ 38.2 ميجا الكترون فولت. هاي دونك هاد ميجا الكترون فولت خاصني نحاول انني نرجعها حتى هي كيلوغرام متر كاري على سكون كاري، حيتاش الميف عندها علاقة بالجول، والجول راه غرام متر كاري على سكون كاري. فهمت هاد البلان هذا؟ دونك اميف شنو هي اميف؟ اش قلت لكم على اميف؟ دونك راه هي 1.6 في 10 اس ناقص 10 جول، وجول شناهي؟ هي كيلوغرام متر كاري على السكون كاري، وهاد كيلوغرام نحولها للغرام، غيولي عندك هي 1.6 في 10 اس ناقص 10. دونك ناقص 13 هنايا، ناقص 13 كيلوغرام. وشنو هي كيلوغرام؟ 1 كيلوغرام هي 10 اس 3 غرام. نا 13، دونك كيلوغرام هي 10 اس 3 غرام، يعني هنايا غرام متر كاري على سكون كاري. دونك هنايا غيبقى لينا هي 1.6 في 10 اس ناقص 10 غرام متر كاري على سكون كاري. هذه هي 1 ميجا الكترون فولت. دونك هنا بي غنعوضها ب 38.2 ميجا. هاي غنعوضها وهاد ميجا ما خصنيش نخليها ميجا، خاصني هاد ميجا نعوضها، انا غنديرها بالاحمر، غنعوضها ب 1.6 في 10 اس ناقص 10 غرام متر كاري على سكون كاري. وهاد السي اللي كاينه هنا هاي هي 3 في 10 اس 8 او كاري متر كاري على سكون كاري. دونك هاد متر كاري مع السكون كاري غتمشي مع متر كاري مع السكون كاري. دونك هادشي ديجا هادشي بالغرام وهادي بالغرام. دونك لو بروبليم كاين او نيفو دو هاد بي. هاد بي عطاو ليا بالميف ها هي 38.2، ولكن ميف باش عوضتها عوضتها بهاد لا فالور ديال 1.6 10 اس ناقص 10 غرام متر كاري على السكون كاري. دونك متر كاري على السكون كاري غتمشي مع متر كاري مع السكون كاري، تبقى ليا بالغرام، غرام مع غرام. دونك غتولي عندك هاد لا فالور ديالها. جو بونس هنا هيليوم ماشي الهيدروجين باردون. دونك جو بونس ان كلشي واضح وكلشي باين. دونك هادي حصه تعارفيه فقط. دونك غتخرج لك 100.64 في 10 اس ناقص 27 كيلوغرام. تري 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 بيان تري بيان كوتشر، براف. دونك تري بيان تري بيان عليكم، تري بيان عليكم الدراري. او
دونك سي عبد السلام واقيلا غير شي بروبليم تما في هذيك ناقص 31. دونك واش مفهوم؟ خليو لي اب. دونك هنا 6.7 تقريبا هي هذيك 64. دونك تقريبا هذا هو لا فالور اللي خاصو يخرج ليكم الا درتو هذا لو كالكول. هاد ناقص اللي كاين هنا راه هي هاد ناقصه بي بالميف. الميف خاصني نحولها لهاد لا فالور. شوفوا الميف، هاد الميف رجعتها كيلوغرام متر كاري للسكون كار. بحال بحال اي حتى هي ميثود زوينه. نقدروا نخليوها بالجول، نحولو من الكيلوغرام ولا من الميجا الكيلوغرام، يعني نمشيو من الجول الكيلوغرام دائما نرجعو بالميف. حتى هي ساهله. غنخلي اللايف اونغيجستري بيان سور. واش نفهم بعدا تو الموند لا كان فهم خليو لي اب سيل فو بلي باش ندوز. Donc, c'est juste, ce sont c'est une science d'initiation concernant la physique nucléaire. Donc. دونك زيدكم هاد لانفورماسيون. دونك دابا عرفنا كيفاش نحسبو نتعاملو مع لي زابليكاسيون نيميريك. مازال غنشوفو بزاف ديال لي زيكزارسيس كونسيرنو لينيرجي ليزون. هادشي راه ساهل ديال الباك، سي با اون غون شونز، مي لي زونيتي كي مهمين عقلو عليهم وديرهم كوم ان ريزومي في شي حاجة. دونك معلومة أخرى، سي اون ايدي أخرى، هو لو غيون نوكليير. كاين ما يسمى بلو غيون نوكليير. لو غيون نوكليير كنرمز ليه ب ار. مثلا عطيتك الهيليوم، قلت لك راه شباب راه فيها دو لي بروتون وجوج ديال لي نوترون، وطلبت منك تحسب لي لو غيون نوكليير. لو غيون نوكليير هو هذا. لو غيون نوكليير عنده اون غولاسيون ار باغ ديفينيسيون هي ار زيرو ا لا بويسونس ان تيغ. و ار زيرو كله اشنو كيعطيها؟ كاين اللي كيعطيها 1.5 فيرمي، كاين اللي كيعطيها 1.2 فيرمي. دونك كل شنو كيعطيها؟ ار زيرو هي 1.2 فيرمي. دونك هادي سي اون غولاسيون. دونك الا بغينا نديرو ابليكاسيون نيميريك على الهيليوم، دونك لو غيون ديال الهيليوم، دونك لو غيون ديال الهيليوم ديال النوايا ديال الهيليوم هي 1.2 في ا. شحال قلنا ديال الهيليوم؟ هي 4، 4 على بويسونس 1/3. هذا غير اكزومبل، هذا ديال الهيليوم. كيفاش نحسبوا لو غيون نوكليير؟ دونك لو غيون نوكليير هاد 1.2 ما تحفظوهاش. دونك هذا سي اون فالور كومان، يعني كل اشنو كيخدم. راه قلت لكم فيرمي شنو هي؟ 10 اس ناقص 15 متر. وكاين اللي كيقول لك 1.3، كاين اللي 1.4. دونك هاد لا فالور ماشي ستابل. دونك نتوما خصكم تعقلوا على غير لا غولاسيون ديال لو غيون نوكليير. وغنشوفوا في التمرين كيفاش نديمونطريو على هاد لا غولاسيون ان شاء الله بار لا سويت. ال سي ار 0 ا لا بويسونس ان تيار كتعطيك ديمونستراسيون باش ديمونطري عليها. و ار 0 كتسمى لو غيون دو فيرمي هي 1.2 فيرمي. و ا راه هو لو نومبر دو نوكليون او بيان لو نومبر دو ماس، راه هو العدد ديال لي نوكليون، يعني العدد ديال لي بروتون زائد العدد ديال لي نوترون. في هاد الحالة عندي 4، دونك هي 4 على بيسونس 1/3 و كنضربها في 1.2 فيرمي. و كنعاود نغيد على هداك لو غيون، هذا كيتسمى لو غيون دو فيرمي. ار 0 لو غيون دو فيرمي كيكون معطيني او بيان بارفوا كنسمي لو غيون ديال النويو دي دروجين، حتى هو عنده هاد لا فالور. دونك جو فو سويت اون بون شونس، بون كوراج اي بون كونتينياسيون. دونك جو ريبيت، دابا غادي نصيفط لكم لونيم ديال الاستاذ محسن باش تدويو معاه كونسيرنون لي سيونس بريزونسيال، باش يدير لكم في لا ليست، باش يدير لكم جروبات كل جروب يعطيه لا دات ديالو وقتاش غيجي. و كونسيرنو انا غنصيفط لكم النمره ديالي اللي غديو معايا فيها دابا نيش، باش تقدروا تواصلوا معايا على اساس اون لين كيفاش غتكون لا ميثود دو طرافاي وطريقه العمل اكسيتيرا. واللي عنده شي سؤال في نطاق الدراسه، دونك راكم عارفين بيان سور لو نيم ديالي راه عندكم، تقدروا
تقدروا تجاوبوا معايا ولا تقدروا تسولوني في النيم ديالي، ما كاينش مشكل. ماشي مشكل، انا غادي ندير جروب واتساب اخويا عمر ونصيفط لكم لو ليان. سي بون، يلا دونك الوغ اون اوتر فوا جو فو سويت اون بون شونس، بون كوراج، اي بون كونتينياسيون. ا لا بروشين ان شاء الله.